مباشره هي بعمليه سطو مسلح. من اجل قيام بالعمل المسلح قام الجاني ورقاد الشريك ديالو بالتخطيط الجيد لهذه العمليه. اولا رصدوا السياره ديال نقل الاموال، بداو كيتبعوها من الوكاله البنكيه الى وكاله بنكيه، كيعرفوا السائق شحال تيكون شحال عنده من المرافق ديالو، كيشوفوا عرفوا الساعات والايام اللي كتكون السياره محمله بالاموال وكتجي باش تسلمها للوكاله البنكيه. يجمعوا مجموعه ديال المعلومات وتوفرت لهم واحد الامكانيه باش يهاجموا السياره، قرروا باش ينفذوها في تاريخ 24/2/2014. على خلاف ما كان هما مخططين له، السيارة ديال نقل الأموال وقفات أمام الوكالة البنكية الأولى اللي كانت غتتم أمامها عملية الصقور. لكن لسوء حظ ديال العصابة الإجرامية بأن المرافق ديال سائق نقل الأموال نزل لوحده وتوجه عند المستخدم ديال الحراسة ديال الوكالة البنكية وهضر معاه ورجع للسيارة وغادروا عين المكان. إذا اضطروا الآخرين يتبعوه سيارة البولو اللي استعملت في العملية التالية، تبعوا الى حين توقف سيارة نقل الاموال امام وكاله بنكيه اخرى، وكاله بنكيه ديال التجاري وفابانك. غيقفوا وراء السياره نقل الاموال بمسافه كتوصل واحد 10 امتار، غينزل من الجهه معاه، غيمشي غيتوجه للسياره نقل الاموال وغيقوم بالطرق ديال الباب ديال سياره نقل الاموال. المستخدم ظنا منه بان سيقوم المستخدم بضربه بصندوق بلاستيكي ازرق، فيضطر الجاني الى توجيه طلقه ناريه اصابته في الرجل لينزل من السياره ويجلس بجوار شجره كما يتبين امام ترويع المواطنين اللي بقاو يراقبوا الاوضاع من بعيد، لان الامر تيستعمل واحد السلاح ناري، وسلاح ناري ماشي من العاده ديال المغاربه يشوفوا عمليه صارخات باستعمال اسلحه ناريه. كلشي بقى على بعد يراقب الوضع المكان. قام الجاني باخراج الاموال وتسلمها للمرافق ديالو اللي تيديها للسياره ديالنا البولو بكل هدوء، وتمكنوا من السيطره واستحواذ هذه العمليه على مبلغ 470 مليون بالعمله المغربيه و50 الف اورو و400 دولار، بعض الورقات ديال 100 دولار. هذا الفيديو هذا مأخوذ من الكاميرا مثبتة داخل الوكالة المقاومة ديال صافي هو فاش ضربوا هذاك راه ضربوا لا سيكوريتي على الانتيريور ديال لاجونس عندهم ديجا سيكوريتي باش ما يخرجش داكور في لاسير الداخل باش تقدر ما ويزو اتاكي لي ترونسبورت ديالو هنا صافي راه هادو عين المكان هما المواطنين اللي كيتجمعوا على الضحيه. للاسف ان بحال هاد التصرفات هادي كتمحي بزاف ديال الاثار ديال الجريمه يكون استغلالها في البحث. هنا خدينا صور من داك البولو ديالو. عطني
يعاقوا فازات ما يخلوش شي اثار لا البصمات وبصمات سقوط الشعر ولا البصمات الجينيه. هذه هي السياره بولو التي تم استعمالها في العام السابق. كما كنلاحظوا الشخص هذا تيحمل واحد القناع بلاستيكي على وجهه. نظرا للاحترافيه ديال هذا الشخص هذا والاستفاده بالجيب ديالو اللي كان في بلجيكا، فانه مباشره بعد القيام بهذه العمليه سوف يقوم باحراق جميع الملابس اللي استخدموا في العمليه، بالاضافه الى هذا القناع هذا داخل السطل الحديدي والكوبريزيت حتى لا يترك اي اثار، حتى اذا تم ايقافه فيما بعد ما يمكنش الاجهزه الامنيه اللي تحجز شي حاجه اللي تقدر تواجهه بها وتكون دليل عليه. حتى كذلك قام بكسر السلاحين الناريين اللي استعملوا في عمليه سطو عمليه سطو وعمليه قساقه السيارات وايقاؤهم في المياه العادمه مجال المياه العادمه مدينه طنجه. هنا كيبان واحد المسدس اللي هو فضي، وهذا المسدس الفضي كيتبان حتى في العمليه الثانيه ديال سرقه السياره مثل اي ام جي، هو نفس المسدس تم استعماله هذا بالعين المجرده. وكان السياره هنا يعني اذا هنا وصلنا للعمليه الاخيره اللي هي محاوله ديال السطو على واحد الفريق، لان الجولان تمكنوا من الاستيلاء على واحد المبلغ مالي مهم. اذا انتظروا حتى استنفذ هذاك المبلغ المالي، اذا اصبحوا في حاله الى اموال. اذا فكروا مره اخرى باش يقوموا بعمليه في هذه المره على غرار المره السابقه. كذلك تجر واحد الوكاله البنكيه اللي كانوا هما كيلغيو باش يبدلوا العمليه تماك، لكن لسوء الحظ ان سياطه الاموال ما نزلتش الاموال تماك، ما نزلنا حتى واحد، وتابعت السير ديالها اتجاه واحد الوكاله البنكيه اخرى. من بالوصول الى الوكاله البنكيه الاخرى نزل المرافق ديال السائق توجه الوكاله البنكيه لا يحمل معه اي شيء. اذا الجاني اش فكر اول شيء تبادر اليه الدين، اولا ان يقوم بالتوجه لسياطه الاموال وبيده قنبله دخانيه كان ينوي ان يلقيها داخل السياره لاجبار السائق على مغادره الشاحنه نقل الاموال، وتما كيقوم بالاستيلاء عليها. وكان المشارك ديالو في هذه اللحظه هذو واحد الاله اللي كتقوم بتقطيع الصفائح الحديديه كما كان سوقها واللي كانت معروضه بين المحجوزات. غير ان من تجاه الجاني السياره وجد النوافذ مقفله. النوافذ مقفله اذا فغير من المخطط ديالو ولقى هذيك القنبله الدخانيه بالقرب من الباب ديال الوكاله البنكيه. اذا داز المخطط الثاني شهر السلاح الناري في وجه السائق لاخافته، لكن السائق الحمد لله كان ثابت العزيمه وما استجبليش لذاك التهديد ديالو. اذا اضطر المرحله الثالثه استعمل السلاح الناري وقام باطلاق كثيف الرصاص في اتجاه السائق، لكن لحسن الحظ بان السياره كان عندها زجاج كيمنع من اختراق بالرصاص، وتوجه السائق خدم السياره وهرب بها. فهاد اللحظه هذه اذا ما بقى امام الجولات الا الهروب مثلنا واحد السياره من نوع داسيا اللي هي كتبع شركه ديال كراء السيارات اللي تيملكها الجاني. فيديو راه خدا غير احد الهوات اللي كان في الشارع خدا بلاتس المحمول ديالو. هنا غتلاحظوا معايا واحد الحاجه اللي هي مهمه، شوف هنا واحد الشخص هو كيقوم بعمل جر ولابس واحد السروال رياضي في واحد الشريط احمر. نقول ايش تحت هذا راه تم الحجز ديالو عند ايقاف هاد الاشخاص هادو، وراه كان معروض لتحت. اذا هذا هذا الغمض في وجهي. اذا هذا هو السروال اللي تم الحجز ديالو. هنا كما كتلاحظوا انه هذاك الاطلاق الكاتب ديال الرصاص اللي خلى هنا مجموعه ديال الاضرفه كيبان ان تفوق 20 رصاصه اللي تم الاطلاق ديالها على السائق.
السيارة تصورت مع عند أحد الهوبات هنا في هاي السيارة ضافية، كتشوف الدخان تما بالقاء أمام الوكالة المركية. هذه السيارة ديال نقل الأموال، شفتوا شحال الزجاج ديالها كيفاش الوقية الأمامية كيفاش موشمة ديال أطلاق النار. هنا بالنسبة للسيارات محجوزة لأنه ما يمكنناش نجيبوا السيارات نعرضوهم هنا، بقاو محجوزين في مدينة طنجة ودينا لهم صور باش نعرضوهم عليكم نتوما. إذا هذه سيارة هي نوع فولكسواجن مصبوغه بالاحمر ودير فيها العلم المغربي، هذه ديال هذه السياره كانت تستغل في اخفاء ديال الاسلحه، لانه عند الاحاف ديالو والتفتيش للمنزل ديالو ما يمكن لها حتى حاجه في الدار. اذا هذه السياره مكتئبه كيبان سيارة داسيا اللي تم استعمالها في العملية ديال الحوصة الأخيرة. هذه الأودي أ 5 ديال العملية الأولى، هي تغيير الصفائح المالية ديال الرجعة الأمريكية. هذه المرسيدس أي أم جي ديال الضحية الثانية. هذه السيارة بولو اللي استعملت في عملية السرقة ديال مرسيدس ام جي وعملية السطو الأولى. وشكرا على هذه العصابة الإجرامية نفذت أربع عمليات. العملية الأولى تمت بتاريخ 31/5/2013، تمت فيها سرقة سيارة من نوع أودي أ 5 والتي راح ضحيتها، هذه العمليه راح الضحيه ديالها سائق السياره الذي اصيب بطلقتين ناريتين. العمليه الثانيه تمت في ليله 26/27/2013 والتي تم سرقه فيها سياره من نوع مرسيدس AMG واللي اصيب فيها السائق ديال هذه السياره بطلق ناري على مستوى الركبه ديالو. العمليه الثالثه كتعلق بعمليه السطو مسلح، تمت بتاريخ 24/2/2014. هذه العملية تمكن الجونات من الاستحواذ على مبلغ مالي كيساوي 470 مليون بالعملة المغربية، 50,000 أورو و 400 دولار. العملية الثانية هي محاولة السطو مسلح على ناقية أموال والتي باءت بالفشل ليقظت سائق هذه شاحنة نقل الأموال. وشكرا. جو بونس عندكم يونيدي على نديرو المون ديال هاد ليزيفيرمون اللي بداو من 2013 في الإطار ديال الإعداد العملية ديال السطو على دي ترونسبور سير دو بون، السرقة ديال السيارة الأولى واللي مشى كيف قال السي باهي الضحية ديالو، الضحية ديالها إلى مستوى الركبة ديالو. العملية الأولى اللي ديال السطو المسلح اللي نجحات واللي ضرب فيها واحد من لي ترونسبور سير دو بون واللي استولوا على المبلغ اللي تم الإشارة إليه. والعملية الثالثة اللي المحاولة الثالثة اللي باءت بالفشل واللي مكنات باش أننا نوصلوا للجولات نظرا للعمل القيم الذي قامت به جميع مصالح الأمنية المشتركة.